مساء الخير، هسه رح نجي نحكي عن المحاضرة الثانية اللي هي Mathematical Presentation of Data. هاي محاضرة الدكتورة بتقول. طبعا المحاضرة الأولى اللي هي Biostatistics والMathematical Presentation of Data هاي يعتبر من أهم المحاضرات يعني أنا أشوفهن، يعني هن أوكي، هن يمثلن الأساس والبيزك إن واحد يفتهم الـ RM كله تمام ويحبه كله، لأنه يعني هن اللي راح يعني على أساس راح نبني الأفكار والكونسبت بالمحاضرات الجاية إن شاء الله. هاي المحاضرة أنا راح أقسمها 3 أقسام إن شاء الله أشرحها، يعني عمود يصير أسهل. أول قسم راح نشرح بيه Central Tendency، القسم الثاني نشرح بيه Non Central Tendency، القسم الثالث نشرح بيه Dispersion. فيلا نبدأ. أول شيء هو هاي ريفيو عن المحاضرة السابقة اللي هي يقول لي إنه أني مال variables، يقول لي إنه how can I tell what type of variable I am dealing with. أول شيء إحنا قلنا ال variables إنه quantitative و qualitative. يقول لي أول شيء has the variable، يعني أنا راح أسأل نفسي has the variable got units، بيها وحدة قياس، إذا إي فراح أباوع شنو نوع اليونت مالتي. اليونت هل هي جاية من measuring or counting؟ شنو الفرق بين measuring والcounting؟ يعني هنا في ناس هنا حساب، بس شنو الفرق؟ الفرق الcounting يعني أنا دا أحسب، يعني أعد عد، يعني أحسب على أصابعي أقول 1 2 3 4 هالشكل. المجرينج يعني أنا دا أقيس، يعني أجيب ميزان وأقيس، أجيب جهاز ضغط وأقيس. فاحنا counting قلنا نعد على أصابعنا، يعني 1 2 3، يعني أعداد صحيحة، يعني أكو gap، يعني شنو discrete. أما measuring قلنا جهاز ضغط، قلنا ميزان، يعني ممكن 50.5، ممكن 50.7، يعني شنو continuous تمام. هاي بحالة إنه أكو unit بالموضوع. أما إذا ماكو unit فنباوع على الداتا مالتي اللي هي ما بيها يونت، هي يعني أقدر أحطها بأوردر معين لو ما أقدر. إذا قدرت أحطها بأوردر فهي categorical ordinal، وإذا ما قدرت أحطها بأوردر فهي categorical nominal. هاي مثل الريفيو عن المحاضرة السابقة يعني. أما بالنسبة للcentral tendency هذا أول جزء بمحاضرة اليوم. يقول لي central tendency refers to our intuition that there is a center around which all these scores vary. يعني احنا هاي تعبر عن رغبتنا انه نلقى مركز حول القيم تمام، فهي من اسمها central tendency، يعني احنا نريد نلقى المركز للقيم مالتنا. وبيها 3 برانشات، هي mean اللي هو المعدل، الميديان اللي هو الوسيط، والمود اللي هو الموست فريكوينت. هسه رح نجي نحكي عن كل واحد منهم. نجي على اكثر واحد نستعمله واكثر واحد يعني هو يعني مو اكثر واحد سبيسيفيك بس يعني اكثر واحد يستعمل اللي هو المين اللي هو المعدل. احنا هذا نستخدمه كلش هواي بحياتنا اليومية، يعني حتى من نطلع معدلنا بنهاية السنة أو فتشي شو نحسب؟ نحسب مجموع الدرجات على العدد الكلي، فهي معناها the average of the data or the sum، فهي the average or the sum of all values is the average of the data or the sum of all values of set of observation divided by the number of these observation. يعني هي نفس الحاجة، يعني انه احنا نقسم القيم على العدد مالت مثلا الدروس اللي عندنا. فهي احنا عندنا 2 equations، هي نفس الاكويشن ترى نفس المعادلة، بس واحدة مال البوبوليشن وواحدة مال السامبل. مالت البوبوليشن نسميها ميو، ميو تساوي هاي السميشن مالت الاكس اللي هو مثلا عدد الدروس على الام كابيتال اللي هي
يعني هاي مجموع الدروس، يعني مجموع درجاتي بالدروس على عدد الدروس، العدد الكلي مال الدروس اللي هي n capital n مال population، يعني مثلا مالت المرحلة. أما إذا sample فهي ما نقول ميو، نقول x bar تساوي summation مال ال x اللي هي نفسها هذا على n small، هي نفسها n capital بس هنا اللي sample. فهي هاي يعني two equation نحفظها. أما يقول لي يعني فوائد المين، هاي النقطة مهمة، بيها ثلاث فوائد. هنا إنه أول شيء هي يونيك، يعني شنو يونيك؟ يعني for a given set of data there is only one and only one mean، يعني بكل مثال عندي بس مين واحد مو 16,000 مين، فهي يونيك أو single value، single value. وثاني شيء simple to compute، يعني كلش فتشي سهل. All values are included، يعني كل القيم أنا أحسبها، يعني أنا من عند الدروس كلهم راح يدخلون بالحساب مالتي. أما disadvantage إنه هي تتأثر بالextreme values، يعني شنو extreme values؟ يعني very high or very low، يعني هم شنو؟ مثلا أنا عندي 5 طلاب أو 6 طلاب، يعني whatever، كلهم ماخذين مثلا 70، يعني 5 ماخذين 70 بس واحد ماخذ 10، يعني أنا من راح أحسبهم؟ يعني المفروض يطلعوا لي كلهم، يعني إذا هم كلهم ماخذين بالسبعين فالمفروض يطلعوا لي الميم مالتهم يعني أتليست 72-73 هيجي، بس هذا أبو 10 راح يعم عليهم، فيجوز راح ينزل الميم مالتهم يعني للخمسين أو للأربعين لأنه تأثر بالإكستريم فاليوز، تمام؟ أو أنا مثلا من أطلع درجات الطلاب، يعني أغلب الطلاب ماخذين بالسبعينات وبالستينات، بس راح يجون عندي ناس ماخذين بالعشرينات وناس ماخذين بالتسعينات، هذول الاثنيناتهم الاكستريم فاليوز، الفري هاي والفري لو، هذول راح يأثرون على المين ماتي، تمام؟ ف يعني هذا بخصوص المين. بس أكو فد كونسبت نشرحه اللي هو اسمه الويتد مين، معناها المين أو المعدل الموزون. هذا يعني هو هذا مو كلش مهم، شوية معقد بس هم راح نشرحه. يقول هو ال individual values in the set are weighted by their respective frequency، يعني ما فهمنا شنو معناها. مثلا خلنا نقول مثال، مثلا إذا هو منطاني الدرجات مالت كل جروب، يعني قال لي أنا عندي المرحلة الثالثة بها 4 جروبات، قلنا منطن الدرجات مالتنا، إيش قال؟ قال جروب A المين مالتهم 70، جروب B المين مالتهم 75، جروب C المين مالتهم 80، جروب D المين مالتهم 85. يعني هو قبل انطاني المين لكل جروب، منطاني الدرجات مالت الطلاب. فأنا إذا أريد أطلع المين مالت المرحلة، هل أقدر إنه أقسم المينات، يعني أجمع المينات مال الجروبات وأقسمها على 4 باعتبارهم 4 جروبات وأطلع المين مال المرحلة؟ أقدر لو ما أقدر؟ الجواب حيكون حسب، إذا كان يعني الجروبات عددها متساوي، عدد الطلاب اللي بيها متساوي، يعني بكل جروب أكو 90 طالب بالضبط، فأي أقدر. بس إذا كان مثلاً جروب A ب 92، جروب B ب 95، جروب C ب 90، جروب D ب 89، ما راح أقدر أطبقها لأن عدد الطلاب بالجروبات غير متساوي. فإذا كان عدد الطلاب متساوي بسرعة أجمع المينات، يعني أجمع 70 زائد 75 زائد 85 زائد 85 وقسمهم على 4، هاي سهلة. بس إذا ما متساوي أحسب الويتد مين اللي هو هذا قانونه. شي يقول، يقول X bar و W اللي هي ويتد مين تساوي summation مال بين قوسين N small في X bar على N capital. يعني هم ما فهمناها شنو معناها. معناها أنه يعني كل جروب أجي أخذ عدد الطلاب اللي بي، قلنا مثلا جروب A بي 92 طالب أضرب بالمين مالتهم اللي قلنا 70 وأجمعها، بجروب
بي اللي هو قلنا عدد طلابه مثلا 95 في الاكس بار مالتهم المين يعني مالتهم ايش قد قلنا عليه 75 ونجمعه بجروب سي قلنا عدد طلابه 90 في المين مالتهم 80 اجمعه بجروب دي العدد مال طلابهم 85 في المين مالتهم يعني عدد طلابهم لكن ايش قلنا 79 والله نسيت مهم يعني على العموم نجمعهم كلهم ونقسمهم على عدد الطلاب مال المرحلة كلها اللي هي 350 تمام. فاحنا بهيج راح نطلع الويتد مين وهذا هو يعني حاسبها منطيني هنا هذا الاكزامبل يقول لي let's imagine that four classes in anatomy obtain the following mean score on the final examination 75 و 78 و 72 و 80 فقال لي ان هم اربع جروبات هذين المينات مالتهم فهو ما منطين الدرجات مال الطلاب لو منطين الدرجات قبل اروح على هاي القانونين بالبداية ما تعب نفسي بس هو ما منطيني اياها. فهنا أنا قلنا طريقين اذا عدد الطلاب متساوي فبسرعة اجمعها وقسمها على اربعة يعني اختصر عليها كوم وقت بس اذا عدد الطلاب غير متساوي ان انا لازم اطلع الويتد مين. يقول لي ف could you sum these four means together and divided by four to obtain the overall mean for all four classes. احنا جاوبنا هذا السؤال قلنا حسب اذا كان العدد الطلاب متساوي بالجروب الاول والجروب الثاني والجروب الثالث والرابع اقدر اذا هو متساوي فلازم اطلع الويتد مين. الويتد مين شلون راح نحسبها هذا قانونها قال انه شو اسوي هاي هنا الجروب الاول هو 30 طالب في المين مالتهم 75 الجروب الثاني 40 طالب في المين مالتهم 78 الجروب الثالث 25 طالب في المين مالتهم 72 الجروب الرابع 50 طالب في المين مالتهم 80 طلعت هذا السميشن مال ان عدد في المين طلع لي 11170 بعدين حنقسمه على العدد الكلي للطلاب اللي هم 145 فراح يطلع لي الويتد مين 77.03 فهاي فكره الويتد مين.